وهو ابن 10 سنين أو 11 سنة، حدث له موقف في بلده. كان فيه في بخارى شيخ كبير الحجم اسمه الداخلي. وبعدين الداخلي قاعد بيحدث، فحدث عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي، فاعترض البخاري قال له إن أبا الزبير لم يحدث عن إبراهيم. قال له اسكت يا غلام، ابن 10 سنين، ابن 11 سنة، اسكت. قال له البخاري قال انظر في أصلك. الأصل هو الكتاب، اللي الداخلي كان بيحدث من حفظه. فدخل الداخلي شاف الكتاب، وجد أن الأمر كما قال هذا الغلام. قال كيف قلت يا غلام؟ قال إنما هو فلان عن فلان، أصبت يا غلام، وأصلح الأصل الذي عنده. قال له محمد بن أبي حاتم الوراق ابن كم لما رددت على الداخلي؟ قال كنت ابن 11 سنة. تعرف زمان الأسانيد دي أنساب الكلام، كانش حد يتكلم إلا بإسناد. هو ده كانت يعني موضة العصر في ذلك الزمان، كل كلام بإسناد. طبعا الإمام البخاري رحمة الله عليه شيوخه تجاوزوا 1000 شيخ، كتب عن كل شيخ أكثر من 10,000 حديث. يبقى اللي عند البخاري كم حديث؟ أكثر من 1,000,000 حديث. وقال المحدث أكثر الذين امتدح البخاري هم شيوخ مش أقران ولا تلامذته، شيوخه أكثر الذين امتدحوا البخاري رحمه الله هم شيوخ البخاري أنفسهم. وطبعا مدح الشيخ للتلميذ هذا شيء عظيم. يقول أبو عمر سليم ابن مجاهد كنت عند محمد ابن سلام البيكندي. محمد بن سلام ده أحد شيوخ البخاري، فقال لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال لسليم بن مجاهد يعني، فخرجت في طلبه، طلب هذا الغلام، حتى لحقته، فقلت له أنت الذي يقول إني أحفظ 70,000 حديث؟ قال نعم وأكثر، ولا أجيئك بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عند أي رجل مارس العلم ودرس آلة العلم يعلم أنه في غاية الصعوبة، إن مش مجرد الحديث السرد، لا. مثلا إذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول لك من هو أبو هريرة وما اسمه وأخباره في الجاهلية وأخباره في الإسلام ومولده ووفاته، يعطيك ترجمة كاملة عن صحابي الحديث أو عن أي راوي من الذين رأوا هذا الحديث إلى الصحابة، والمتن الذي رواه يقدر يجيب لك شواهد لهذا المتن من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا لا يستقل بهذا إلا رجل أوتي من الفهم أعلاه.
وقال المحدث: كان الإمام رحمة الله عليه محل إجماع من أهل العلم. ما أعلم أحدا غمز الإمام البخاري رحمه الله أبدا، إلا ما يكون بسبب داء المعاصرة، والمعاصرة حرمان كما يقول أهل العلم، ولربما يعني ذكرنا شيئا من هذا في موطنه إن شاء الله تعالى. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق، اللي هو أبو جعفر، وهو تلميذ البخاري، وهو الذي كان يكتب ما يمليه عليه الإمام من تصانيفه لا سيما الجامع الصحيح. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق: سمعت محمد ابن إسماعيل اللي هو البخاري رحمه الله يقول: لما دخلت البصرة صرت إلى بندار. وبندار كما ذكرت في المرة الماضية اسمه محمد ابن بشار، وبندار لقب له، والبندار هو الميزان، لأنه جمع علم شيوخ بلده ثم رحل بعد ذلك إلى طلب العلم. يقول البخاري أنه لما دخل البصرة ووافى مجلس بندار اللي هو محمد بن بشار، قال: فلما وقع بصره علي قال: من أين الفتى؟ لم يكن بندار يعرف البخاري ولم يلقه قبل ذلك، فقال: من أين الفتى؟ قال: فقلت له: من أهل بخارى. فقال لي: كيف تركت أبا عبد الله؟ بيسأله عن البخاري، يعني بيسأل البخاري عن البخاري، لأنه لا يعرف، لم يلتقي بالبخاري قبل ذلك. قال البخاري: فأمسكت، أي لم أعرفه بنفسي، لم أقل له أنا البخاري. فقال له التلاميذ في الحلقة: يرحمك الله، هذا أبو عبد الله، أي هذا هو البخاري الذي تسأل عنه. قال: فقام وأخذ بيدي وعانقني وقال: مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين. وهذا كما قلت إنما سمع فقط عن البخاري، فكيف لو جالسه وناظره ورأى ما عنده من العلم. وقال المحدث: أما سماحة نفس الإمام البخاري فهذا خبر غريب جدا. الخبر ده بيتلخص في إيه؟ في أن رجلا اقترض من الإمام البخاري 25,000 درهم، وبعدين أخذ الفلوس ومشي. طيب البخاري بعت له ما بيردش عليه. فالبخاري كان في بلد اسمها فربر، وفي بلد اسمها آمل بجانب فربر، فوصل للإمام البخاري أن فلان الفلاني اللي هو المدين ده نزل في آمل. فالجماعة اللي حوالين البخاري قالوا له: خلاص نكتبه إلى عامل آمل، المحافظ يعني بتاع آمل، يجيب لك الرجل ده. فقال لهم: لا، قال لهم: لا، إنني إذا كتبت إليه كتابا طلب مني في مقابله كتابا آخر، ولا أبيع ديني بدنياي، ولا أبيع دنياي بديني. ثم قال لهم: إنه لا يحل لي أن أروع مسلما، لأن الراجل في آمل قاعد، فجأة خبط على الباب لقى الشرطة واقفة: أنت فلان؟ أيوة فلان، تعالى. فبيفضل مرعوب، ما هوش عارف الشرطة عايزة ليه، يفضل مرعوب. طب ما ده نوع من الترويع. الإمام البخاري رحمه الله استعمل الأخلاق النبوية